السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، كنقول لكم مرحبا بكم في هاد لا فيديو، وكنقول لكم اللي باقا ما تابوناش عندي دخلت ابونا في قناه وصفات بشرى، تفعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديالي. وبغيت نكمل معاكم الفيديو ديال الفينيسيو ديال الكوزينه والسيجور ديالي. دابا المعلم ولا كيخدم الارض، درز لي كومبارتون سين لسين كيجي على هذا الشكل. هذا انا ما بغيتوش معايا، بغيتو يكون بحال هكا. دير لي واحد العتيبه هنايا باش مابقاش يدخل ليا الماء للدار. الرخام راه وجد ليا، غدا ان شاء الله غادي نمشي نجيبو. وان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الايجابيات والسلبيات وكاع داكشي اللي وقع ليا، غادي نعاودو لكم ان شاء الله باذن الله. باش نتوما الا بغيتو تقادو الكوزينات ديالكم والخلاوة المطابخ ديالكم، تكون اي حاجة عندكم فيها دراية وتعرفوا المشاكل اللي وقعت فيهم انا ما توقعوش فيهم نتوما. تبارك الله على معلم توفيق، راه غادي تبارك الله غادي مزيان. غادي هو هذاك يعني كيجرب وكيدير داكشي متقون وزوين. اللي بغى معلم ديال معلم توفيق يخلي ليا في التعليق ونعطيه النمره ديالو. زليجي ورخيمي في نفس الوقت. انا نتوما البنات، انا رجعت معاكم اليوم فيديو جديد. بغيت نشارك معاكم الرخامه اللي خديت النوع ديال جالاكسي البنات، كتجبري فيها تبارك الله واحد البغيونس برونز، كتجي رائعه البنات، كتجي زوينة. المعلم تبارك الله عليه كان مصمم لي بالعشرة بالعشرة، يعني تبارك الله هاد المعلمية كامل اللي جبتها البنات كنصح بهم أي واحد هنا في حي يعقوب منصور في الرباط، ولا في يعني ماشي غير حي يعقوب منصور، سلا كيخدمو مخيرة البنات، كيخدمو زوين ما كيفقصوش، حيت كاينين شي معلمية واخا كيطلبوا لك الثمن كيفقصوك، ما كيديروش داك الشيء اللي كتبغي، بالعكس هذا كيدير داك الشيء اللي كيعرف، انا داك الشيء اللي ما كنعرفش كيزيد يدير ما احسن منه. المهم البنات بقاو معايا لا فيديو حتى الاخر باش نشارك معاكم الاثمنه ديال اي ارتيكل خديته ومنين خديته. ما بغيتش ندير لكم اليوم البنات التور ديال المطبخ ديالي، بغيت ان شاء الله حتى نكمل باش نتوما تبقاو مسوقين ليه. واللي بغى يعني ندير لي التور ديال المطبخ ديالي يخلي ليا تعاليق. اليوم البنات ما بغيتش ندير معكم التور ديال الكوزينه ديالي، واللي بغى وبانوا ليا التعاليق بزاف 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 وبارطاجيتو الفيديو ودرتو ليه لايك، ان شاء الله نوعدكم ندير لكم التور ديال الكوزينه ديالي. الفيديو بغيت نشارك معكم المشتريات اللي خديت ديال الكوزينه ديالي والاثمنه والنصائح اللي نبغيكم ديروها باش ما توقعوش بحال داكشي اللي وقعت فيه. واخا انا ما وقعتش حاجه اللي خايبه اللي ندمت عليها، كلشي عجبني وكلشي مرتاحه لي، وانا هاد المعلميه كنبغي اي واحد محتاج ليهم يعيط لهم ويتعامل معهم. انا بعدا عجبوني ومرتاحه لهم وطلبت منهم المسامحه البنات، والله خداو التأمين اللي بغاو ولكن طلبت منهم المسامحه لحقاش كيخدموا بضمير. ثم البنات اول حاجه غادي نشارك معكم الليفي اللي خديت، كيجي مع هاد الشبيكه هذا، راه شاركته معكم عند سيدريس خديته من عنده ب 18 الف ريال. تصاوب معايا كيجي على هاد الشكل، هذا كيجي مع هاد الشبيكه كما قلت لكم، وكتجي معاهم هادي ديال ليكيد. انا هادي ديال ليكيد هادي هي بلاصه مركبتهاش، ما بغيتهاش يعني مع المده نقدر نملها ما بغيتهاش. ومع ليلي خديت روبيني، هاد روبيني هذا كيدير الماء البارد والسخون، كيجي على هاد الشكل هدا. ملي غادي يكون التور ديال الكوزينه غنوري ليكم.
هاد الروبين البنات خديتو ب 550 درهم 11000 ريال. وهنا البنات خديت البلاك، خديت ديال 4 الكوانن ما فيهاش كود سيكوريتي، خديت ليها واحد لارونج انا نشاركو معكم لارونج واقيلا كيقولوا لي ديال البوطه، خديتو ليه هذاك لا طلق الغاز كتسد البوطه والراسه يعني ما كيبقاش مطلق الغاز، خديته ب 1200 ريال 60 درهم. والبوطه البنات خديتها ب 1100 درهم 21000 ريال. انتما البنات غادي نقول لكم شنو خسرت المصاريف اللي خسرت في الكوزينه ديالي. كما قلت لكم الليفي 800 درهم 16000 ريال، البناي اللي ريبو بنالية قولوا 74000 ريال. كما قلت لكم البناي اللي بنالية وريب ودار الطاله البوطاجي 74000 ريال، لي انا قال لي لي كنتي 74000 ريال. الروبيني كما قلت لكم 550 درهم 11000 ريال. الزلي جليدات الكوزينه ديالي لا اللي فوق اللي غيكون مع البلاكارات لا اللي فوق البوطاجي، ثلاثه الانواع واللي في الارض. الارض البنات هو هذا جرائع البنات كومباكتو 60 على 60 خديتو المهم التوتال ديالو 120000 ريال. خديت السيما او الكولا ديالو ب 70 درهم للخنشه، يعني ثلاث الخنشات اللي استعملت شط منهم واحد شويه ب 70 درهم للخنشه. غدا نكمل معكم البلومبي البنات اليد ديالو خلاها ليا انا ب 24000 ريال 1200 درهم، والسلعه ديالو البنات 1000 درهم. السلعه ديال التريسيان البنات 350 درهم، تريسيان مول تريسيان لي انايا 800 درهم. المعلم ديال الزليج البنات 70000 ريال، خدم ليا الزليج وكنطلب منه المسامحه، الزليج والرخامه والارض 70000 ريال لي انا، حيت الناس لي يعني معايا انا في يعني ميتاريا اليوم في الدار وتصاوبوا معايا وتعاملوا معايا المعامله ديال الاخوه. السلعه ديال الزليج حيت السلعه ديال البني بوحديتها خسرت فيها 26000 ريال 1300 درهم، والسلعه ديال الزليج خسرت فيها 850 درهم. الرخامه البنات الرخامه فيها ثلاثه البوطاجيات 5 متر البنات بالبلينتا بالفينيسيو 6000 درهم اللي انا لحقاش ملي مشيت ناخذ الرخامه لقيت بان صاحبتي هي اللي كتبيع، تصاوبت معايا وخلاتها لي ب 6000 درهم. البلاكه البنات كما قلت لكم 1200 درهم بالطوندور ديالها، طوندور قلت لكم قبيله الرونج طوندور هادشي البنات. وباقي باقي يعني حلوها غير داك الزبل اللي ريبت والخنشات اللي كنت كناخذ راه حتى هما كيديو الفلوس البنات والفياج ديال اللي كيدي حاجهكم هذاك الحجار وهذاك الشيء. هذاك قولي شي 16000 ريال 800 درهم البنات. البنات راه شاركت معكم المصاريف اللي شديت اللي خسرت، هادشي اللي انا قيدته وبقيت مفكره وبغيت نشاركهم معكم. حتى انا ملي كنت كنبني كنت ديما كندخل كنسول شحال تقامت عليك هاد الكوزينه، شحال تقامت عليك هاد الكوزينه. الكوزينه البنات تقامت 3 مليون بالارض ديال المراح والكوزينه والزليج والرخامه والتريسين والمعلميه 3 مليون البنات. انتما البنات بغيت نشارك معكم الارضيه كي جات، جات رائعه بهاد كومباكتو، جات رائعه البنات زوينه سيجور كما قلت لكم. باقي ان شاء الله من بعد غادي نفرشو ونقادو غير دقه دقه، انا غادي نخدم غير دقه دقه ما نخدمش مزروبه، غادي يجي زوين ان شاء الله بالافكار اللي عندي. هاد الحيط هكايا وهنا البنات غادي ندير التلفازه، و
ونعاودش لكم على الروينه اللي كاينه ان شاء الله غدا عاد غادي نخمل هذه البلاصه ديال الروينه اللي ولات والغبره. وخاطر هذاك النهار اللي المانطا درقت بها ما خدمتش ليا واخا هكاك الغبره كتدخل ومن بعد حيدوها المعلميه. مازال ان شاء الله غادي نصبغ هنايا نصبغ بيت الناس. يلا البنات كنقول لكم اللي باقا ما تابونات عندي دخلت ابونا تفعل الجرس باش ديما يوصلها الجديد ديال وصفات بوشهر.